بني. مرحبا. مرحبا كسلان. شكرا لأنك ستقلني. لا مشكلة. لما أنت تعب؟ أخبرني. أتوق إلى الوصول إلى المنزل لكي أزحف إلى سريري وأنام بعد ذلك. تنام منذ الآن؟ ولكن ماذا كنت تفعل لتتعب؟ في الحقيقة كنت أساعد كل شخص في صفي في زراعة الأشجار ليوم البيئة العالمي. وكان علي أن أساعد الجميع في تسديد الكرات إلى السلة في التمرين. عليكم أن تنتبهوا جيداً. كما كان علي مساعدة الجميع في اختبار صف العلوم. والآن أريد الوصول إلى البيت لأنام وأرتاح. يبدو أنك متعب من مساعدة الآخرين. حسناً، والآن طابت ليلتكم. أنا متعب جداً. أين سريري؟ كسلان يا كسلان. أكاد أصل إلى سريري. لن أستطيع الوصول. بلى، تستطيع الوصول كسلان. هذا سريري المريح المريح. أو